أهلا بكم. أقرت وزارة الداخلية في العراق بأن انتشار المخدرات فيه أسرع من جهود السيطرة عليها بسبب استشراء الفساد والفوضى في المعابر، بينما كشف نواب في البرلمان في العراق عن تورط ضباط في مكافحة المخدرات بنشر المخدرات والاتجار بها من قبل مسؤولين كبار في الدولة برعاية الميليشيات التي جعلت المخدرات أحد أهم مصادر تمويلها في ظل الفساد الذي ينهش جميع مفاصل الدولة والوضع السياسي والاقتصادي المتردي وازدياد معدلات البطالة الذي دفع باتجاه انتشار تعاطي وترويج المخدرات وحالة اليأس والإحباط التي قيد الشباب إليها، فتحول إلى خطر يهدد بنية المجتمع بشكل مخيف ينذر بانهيار كبير يهدد منظومة القيم في العراق. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام هذه القضية، وسيكون معنا في هذه الحلقة الدكتور عبد السلام الطائي أستاذ علم الاجتماع. مرحبا بك دكتور عبد السلام. أهلا ومرحبا بكم وبضيفكم الكريم الدكتور عرفان يونس. ورحب بالدكتور عرفان يونس الأخصائي أخصائي الطب الطوارئ. دكتور عرفان مرحبا بك. تحية لك أخي الكريم ولضيفك العزيز دكتور عبد السلام ولجميع المشاهدين الكرام. حياكم الله مشاهدين الكرام. نشاهد هذا التقرير في البداية ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. بعد أن كان العراق خاليا منها تعمل إيران وبكل قوة لإغراقه بأنواع المخدرات من خلال بوابة التهريب أو التجارة أو الصناعة بتخطيط وتنفيذ الميليشيات التي تعمل دون محاسبة ومراقبة حكومية، وفقاً لموقع المونيتور الأمريكي الذي رجح استمرار تجاهل كبح تجارة المخدرات في بلد تخضع فيه الحكومة بالكامل لتنفيذ الأجندات الخارجية. فيما أقرت وزارة الداخلية الحالية بأن انتشار المخدرات في العراق أسرع من جهود السيطرة عليها بسبب استشراء الفساد والفوضى في المعابر، وهذا ما أكدته منظمة عراق خال من المخدرات في وقت سابق من أن عدم السيطرة على المنافذ الحدودية ساهم بانتشار المخدرات بشكل كبير، بينما كشف نواب في البرلمان عن معلومات تشير إلى تورط ضباط في مكافحة المخدرات بانتشار هذه المواد، فضلاً عن مسؤولين كبار في الدولة برعاية الميليشيات التي جعلت من المخدرات أحد أهم مصادر تمويلها. مديرية مكافحة المخدرات في كردستان العراق ألقت القبض على متهمين بتجارة المخدرات وضبطت بحوزتهم 8500 حبة ترامادول في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الداخلية في كردستان بأن إيران تعد المنفذ الأبرز لدخول المواد المخدرة إلى العراق، بينما تقر مصادر رسمية بوقوف أحزاب وميليشيات متنفذة وراء عمليات تجارة المخدرات في العراق. فيما حذر مؤتمر علمي أقيم في كلية العلوم الإنسانية في جامعة السليمانية مما وصفه بالانتشار السريع والهائل بوسائل متنوعة تجتاح بآثارها القاتلة وأخطارها المتعددة كافة طبقات المجتمع، لا سيما فئة الشباب وطلاب المدارس. وتأتي تجارة المخدرات في وقت يشجعها النظام الإيراني متخذاً إياها سلاحاً لإلحاق الضرر بدول الشرق الأوسط وشعوبها بشكل عام والعراق بشكل خاص ضمن سياسة طهران التوسعية. الفساد الذي ينهش جميع مفاصل الدولة المتهالكة في العراق والوضع السياسي والاقتصادي بشكل عام وازدياد معدلات البطالة دفع باتجاه انتشار تعاطي وترويج المخدرات، فتحول إلى خطر يهدد بنية المجتمع بشكل مخيف ينذر بانهيار كبير يهدد منظومة القيم في البلاد. في البداية يعني بخبر تحدثت أو أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في العراق عن القبض على 6000 متورط بالمخدرات، فضلا عن ضبط 10 طن من المؤثرات العقلية خلال النصف الأول أو الربع الأول من عام 2024. هذا الخبر يلقي بظلاله على
قضايا مهمة وخطيرة تهم المجتمع، لنتعرف في البداية على مضار المواد أو المؤثرات العقلية أو المواد المخدرة من الدكتور عرفان يونس الأخصائي، أخصائي طب الطوارئ. دكتور عرفان أبدأ معك، يعني عندما نتحدث عن 10 طن في عملية واحدة، إلقاء القبض على 6000 متورط بالمخدرات وضبط 10 طن من المؤثرات العقلية، يعني عندما نتحدث بالطن يعني تأتي إلى أذهاننا الأسلحة الفتاكة عندما يكون الأمر بالأطنان. بالتأكيد المخدرات، وحضرتكم اختصاصكم في طب الطوارئ، لها أهمية في المجال الطبي، ولكن بهذا القدر 10 طن من المواد المخدرة تدخل بشكل غير قانوني وتنشر داخل المجتمع العراقي، ما هي مضارها الصحية والنفسية؟ في البداية لنعرف ما هي أسباب انتشار المخدرات حتى بعدين وراها ندخل إلى موضوع آثارها. بصورة عامة في كل دول، في أغلب دول العالم، اسكتلندا تعتبر ثاني دولة أو ثاني مكان بالعالم في تجارة المخدرات وتوزيعها. وجود تاريخ عائلي لتعاطي المخدرات، يعني هذا واحد من أهم الأسباب، يعني الأب الأم الأخ الأخ الأخت هم يكونون عندهم تاريخ في تعاطي المخدرات، البقية راح يأخذون ينجرون من الطريق هذا. الإصابة بمشاكل صحية، القلق، الكآبة، الاكتئاب، هاي كلها تؤدي إلى الدخول إلى عالم المخدرات. السلوكيات القهرية، سوابق التعرض لحوادث صادمة، مثلا يعني الحروب، الحوادث الأخرى، الوقوع ضحية سوء معاملة، هذه كلها تؤدي إلى انتشار المخدرات. في العراق بعد 2003 أصبح معبر لكثير من في كل دول العالم، كل دول الجوار كانت تورد للعراق الكثير من الأمور الجيدة والسيئة، السيئة كان منعتها هو هذا المخدرات. المخدرات أخي العزيز لها تأثيرات جانبية، يعني إذا نأخذ شخص معين، مثلا هذا الشخص لم يعني ما عنده أي مشكلة، وضعه طبيعي، ما عنده أي مرض، يبدأ يأخذ المخدرات بصورة مستمرة، راح ينتهي المطاف به إلى حدوث الذهان ونحن نسميه الدبرشن والسايكوسيس، هذول الحالات النفسية المعقدة اللي تأثر على صحته، وبالتالي راح يبدي يعني ينحرف إلى الاتجاه هذا اللي موجود الآن في العراق. تأثير المخدرات على الشعب العراقي أو على الفرد العراقي هي أولاً تنتشر الأمراض المعدية، يعني استخدام الأبر، الحقن غير يعني الحقن الملوثة يؤدي إلى انتشار الأيدز وإلى انتشار التهاب الكبد الفيروسي سي، واللي إحنا لاحظنا في الفترة الأخيرة انتشروا هذه المرضين في العراق بعد 2003. التفكك المجتمعي والأسري راح يؤدي انتشار المخدرات إلى التفكك المجتمعي والأسري، وبالتالي راح تنعدم عندنا ظاهرة احنا نسميها ظاهرة الأسرة، ظاهرة العائلة راح تنتهي. التأثير الآخر هو التأثير آثار اقتصادية أخي العزيز. الإنسان العراقي بطبيعته إنسان بناء، يبني في يعني عامل، يشتغل، يعني يحب العمل. إحنا ورثنا هذا الشيء عن أهلنا، نحب عملنا، لكن من تبدي المخدرات تنتشر راح يصبح الفرد العراقي فرد غير منتج، وبالتالي راح تكثر ظاهرة البطالة اللي هي أحد أسباب انتشار المخدرات والفقر، وتنتشر كثير من الأوبئة والأمراض. أنا أعتبرها الحقيقة، أنا أعتبرها أحد الأمراض الفتاكة في المجتمع. إذا أراد لهذا المجتمع، إذا أريد لهذا المجتمع أن ينتهي وأن يدمر، فستكون أحد أساليب إنهاء هذا المجتمع هي انتشار ظاهرة المخدرات. ومع العلم، حسب ما شفت التقرير مالتك وسمعت تقريركم في قناة الرافدين الغراء، أنه الكميات التي يتم ضبطها عند الحدود هي أقل بكثير مما يتم ضبطه داخل العراق. وعندما تلاحظ أنه هنالك لما يتم الكشف عن
مصنع لإنتاج المخدرات الكبتاغون في مدينة السماوة. هذا أمر جدا خطير ويعني قاسي جدا، لأن واحد ممكن أن يسمع في هذا الوقت. نعم، ابقى معي دكتور عرفان، سوف أعود إليك. دكتور عبد السلام الطائي، أستاذ علم الاجتماع، أرحب بك مرة أخرى. عندما نتحدث عن المجتمع أو علم الاجتماع، عندما نعكسه على ما يجري في العراق من نشر أو انتشار للمخدرات، وحتى ما ذكره الدكتور عرفان حتى إنشاء معامل لتصنيع المخدرات الكبتاغون والكريستال وإلى آخره في العراق، وحتى عكسته أيضا الدراما العراقية على ما يثبت وجود هذا الواقع المزري المؤسف داخل المجتمع العراقي بعد احتلاله منذ عام 2003 وحتى الآن، في حين كان العراق خاليا من المخدرات قبل الاحتلال عام 2003 إلا ما كان يستعين به الطب من أجل الأغراض العلاجية. هنا نتساءل عن أسباب انتشار المخدرات وزجها في المجتمع العراقي من وجهة نظرك. نعم، هو الحقيقة هنالك تقرير للأمم المتحدة صدر في السبعينات يشير إلى أن العراق بلد خال من الحشيش. الأمثال الاجتماعية، الأمثال العراقية تعكس ثقافة وأخلاق الشعب العراقي. العراقي في طبيعته يحتقر المخدرات، وكنا نتذكر المثل العراقي لما نتهم شخص معين أو نريد نهين أو نقلل من شأن شخص معين نقول له أنت محشش، حاشا السامع. من أسوأ تأثيرات المخدرات ومخاطرها، قبل ما أدخل بالأسباب الحقيقة على مجتمعنا، شيوع ظاهرة غريبة يعني على ديننا وعلى مجتمعنا وعلى قيمنا، هي ظاهرة المثلية أو مجتمع الميم اللي يضم أربع عبارات: مثلي، مزدوج، متحول، متحير. دمج هؤلاء من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي، هذه صفحة جديدة من صفحات احتلال عقول الشباب والديانات في العراق. الغزو العسكري في تقديري لا يعتبر اليوم السلاح الوحيد لاحتلال الشعوب، بل أصبحت المخدرات واحدة من أشكال الغزو والاحتلال، ويطلق على حرب المخدرات بالغزو الفيروسي أو حروب الجيل الخامس G5، ليسهل سرقة هذه الشعوب ويسهل اقتيادها. نعم، لأن تأثير المخدرات دكتور يعني وانتشارها بالمجتمع يفوق انشطار القنبلة الذرية. المخدرات تعتبر أقوى من الأسلحة النارية في تحقيق وتدمير الهدف. العراق مثل ما قلت كانت الطائرة العراقية لا تدخل إلى الصالة الحمراء في المطارات لأنها طائرة نظيفة. بشهادة إحصائيات مكتب المخدرات ومتابعة الجريمة التابعة للأمم المتحدة، أشار أن العراق لم يسجل غير حالتين فقط لتجارة المخدرات قبل الاحتلال، يعني من فترة 70 إلى عام 90، أي خلال 20 سنة حالتين سجل العراق، بينما حجم المدمنين والمتاجرين منذ النكبة الفكرية والعقائدية والوطنية للعراق بعد دخول الأمريكان أصبح هناك 3 مدمنين على المخدرات من كل 10 أفراد في العراق، إضافة لانتشارها بالأجهزة الأمنية. سببت هذه أيضا بانفلات الأجهزة الأمنية. الأمم المتحدة أكدت أيضا من كل 3 منتسبين بالقوات الأمنية يتعاطى واحد منهم المخدرات. العراق الآن كما أشار الدكتور عرفان معبر، بعد غزو العراق صدر تقرير من معهد العمل والديمقراطية الأمريكي يقول فيه أصبح العراق مركز الخطف والدعارة وقطاع الطرق في الشرق الأوسط وانتشار المخدرات. أما عن الأسباب الحقيقة يا سيدي الكريم، فأنا في تقديري أول هذه الأسباب والكوارث هو الأسباب الاحتلالية المتمثلة بالهيمنة على الحدود والموانئ. ما زالت المخدرات فقط تدخل عن طريق إيران من وجهة نظرك، لماذا تدخل المخدرات فقط عن طريق إيران وتوزع من العراق إلى باقي الدول؟ هي دول المثلث الذهبي للمخدرات دكتور، هي أفغانستان وإيران راحت من بالي الدولة الأخرى اللي تعتبر تركيا فهنالك مافيا المخدرات ومصر المخدرات. مصر المخدرات هي إيران،
وأقرب منطقة حدودية، ولذلك تعبر المخدرات للعراق عن طريق الشلامشة والأهوار وشط العرب. هذه تعتبر البوابات الرئيسية لعبور المخدرات للعراق ومن العراق إلى دول أخرى. رئيس اللجنة الحكومية، يعني الآن أتحدث بلسان رئيس اللجنة الحكومية نيابة عفوا، أو ما ذكره عفوا، المكلفة بمتابعة ملف المخدرات في الجنوب، يقول سبب انتشار المخدرات فساد الأجهزة الأمنية، سحب صلاحيات العاملين في مكافحة المخدرات، قلة الكادر الأمني، قلة الدوريات والسيطرات الحدودية، استغلال تجار المخدرات للحدود المفتوحة مع إيران، قلة الكلاب البوليسية وأبراج المراقبة. أما هذه الأسباب الاحتلالية، الأسباب الاجتماعية الحقيقة، الإدمان واحد من الأسباب التي تؤدي إلى التفريق القضائي، تؤدي إلى التفكك وتفكك الأسري، انتشرت عندنا ظاهرة رمي الأطفال في مكبات النفايات بسبب المخدرات وزواج المتعة، المخدرات تدمير الشباب وتحويلهم من طاقة منتجة إلى طاقة مستهلكة ومستهلكة، غالبية الشباب المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية بلغت نسبتهم بالجنوب 91.2% من الموقوفين. من جانب آخر، القاضي وليد إبراهيم المختص بقضايا المخدرات في بغداد أشار بأن بلاده العراق تعيش حالة حرب للمخدرات، وأن هذه الحرب بدأت بعد عام 2003، وأشار أيضا أن أعمار الذين يتعاطون ويتاجرون هي من 15 إلى 25 في ريحان شبابهم، 15 إلى 25 نسبتهم ما بين 70 إلى 80%. أخطر ما يحصل في العراق الآن المدارس دور العبادة أصبحت بؤر جديدة للمخدرات وتهريب العملة لأسباب اقتصادية، لأسباب الفقر، بلغت نسبة الفقر حسب تقرير وزارة التخطيط 35%. الآن الميليشيات تمول نفسها ذاتيا عن طريق المخدرات، في جرف الصخر تزرع المخدرات على غرار تجربة حزب الله في لبنان. الأسباب الأخطر القانونية، المشرع العراقي قبل الاحتلال صنف جرائم المخدرات بجرائم التخريب الاقتصادي المخل بالشرف ويعاقب مرتكبيها بالسجن وفقا لأحكام قانون المخدرات رقم 68 لسنة 65، بينما خلال حقبة الاحتلال اللي نحن نعيش مآسيه اليوم تم تخفيف العقوبة كما جاء في المواد 28 31 و33 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد رقم 50 لسنة 17. هذا أدى إلى انتشار المخدرات، أصبحت العقوبة تصل إلى 3 شهور بعد أن كانت الإعدام، 3 شهور للطبيب، ودكتور عرفان يمكن يقدر ينورنا بذلك، اللي يعطي وصفة طبية لصرف مواد مخدرة أو مؤثرات. هذه نقطة مهمة تدفعنا أيضا، اسمح لي فقط أستاذ عبد السلام، سوف أعود إليك مرة أخرى لكي أثير هذه النقطة وأدفع بسؤالي للدكتور عرفان يونس، تساؤل طرحه الدكتور عبد السلام عن دور الأطباء في وزارة الصحة في التوجيه الصحيح للعلاجات التي تحتوي على مخدرات، ونحن في ظل نظام في العراق، نظام متهم بالفساد ويسمى أصلا من قبل الشعب بأنه نظام المحاصصة الفاسد على مستوى الأحزاب، على مستوى السلطة، حتى أن البرلمان يتحدث عن يعني هناك يد طولة للكبار في السلطة، وربما حتى في وزارة الصحة أسهم بشكل كبير في انتشار المخدرات في المجتمع العراقي. هو مثل ما يقول عندنا المثل يعني العراقي، يقول هو العراق كله صار سرياثة، يعني مع الأسف للكلام هذا اللي قاعد أقوله. الطبيب ما ممكن أنه وحده يوقف صرف العلاج مثل هذه العلاجات. يعني هو الواعز اللي موجود هنالك ثلاث يعني مثلث ثلاثي، الواعز الأخلاقي والواعز المجتمعي والقانون. طيب إذا انعدم الواعز الأخلاقي أو انعدم الواعز المجتمعي وانعدم القانون، إذا بالإمكان أنه الكل، يعني كل أي واحد ممكن يحصل على هاي الأدوية ويقدر ياخذها، سواء اخذها بوصفه او بغير وصفه.
هذه الأدوية أخي العزيز لا تعطى بوصفات طبية. كبتاغون ما نقدر نعطي بوصفات طبية، ما عندنا وصفة طبية تكتب كبتاغون، لو مثلا أفيون ولا حشيش ولا هيروين. هذين الأدوية قاعد تباع في مواقع التواصل الاجتماعي، قاعد تباع في منصات كثيرة تحت مسميات أخرى. قبل فترة إجاني فيديو، الفيديو يعرض على أساس أنه هذه الحبوب يعني منزل الوزن، نزل الوزن، لكن هي تحتوي على كبتاغون. الأطباء مطالبين الآن بوقف صرف الأدوية التي تؤدي إلى الإدمان، مثل الترامادول حضرتك اللي بلغتنا عنه وقلت لي عنه في الشمال في باكستان، او مثلا المورفين او الباثيدين. هذني يجب انه الاطباء اللي هم بالعيادات يجب ان يتوقفون عن صرف هذه الادويه. هذه الادويه يجب ان تعطى فقط في المستشفيات، ويجب ان تعطى تحت اشراف تام من قبل الكادر الطبي. لكنه الادويه اللي موجوده واللي قاعد نتحدث عنها اللي هي هاي يعني المخدرات، هذه ما تعطى عن طريق وصفات طبية، هذه تعطى عن طريق تجار متمرسين داخل البلد، متنفذين تحت سيطرة الأحزاب. وزارة الصحة قبل فترة يعني قبل فترة يعني أنا بعثت لكم نسخة من عند الكتاب، بلغت وزارة التعليم العالي بأنه لازم نفحص الطلاب، وبالتالي كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دائرة البحث والتطوير، قسم الدراسات، العدد باء تاء 5/5033 بتاريخ 14/5/2024 في هذا الشهر، هذا كتاب جديد، ألزم كافة المقبولين بالدراسات العليا بتقديم تقرير ضمن الملف الورقي مع إجراء الفحوصات المخبرية تؤيد سلامة الطالب المقبول من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقليه. يعني هنالك ضغط، اذا وزاره الصحه ضغطت على وزاره التعليم العالي حتى يصدرون مثل هذا، يعني معناه هنالك انتشار غير محدود في هذه للمخدرات داخل العراق. ابقى افني واقول الادويه التي يجب أن تعطاك اللي هي المهدئات والمسكنات وحتى المنومات يجب أن تعطى بوصفات طبية. هذه الوصفات يجب أن تعطى يعني عن طريق أطباء هم أكفاء يعرفون يصرفون العلاج علماً ويعرفون. أنا من أكتب علاجي الآن في لأي مريض يدخل قسم الطوارئ، لما أكتب له مثلاً ترامادول، اكتب له ترامادول 5 ملي جرام 5 ملي جرام بالكتابه وليس بالرقم، ويعطى مثلا مرتين باليوم كتابه وليس بالرقم، ويصرف للمريض مثلا 50 حبه او 30 حبه كتابه وليس رقم، لانه انا راح احاسب من قبل السلطات الصحيه هنا اذا 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 وصل اذا المريض وصل الى مرحله مثلا مرحله الادمان، راح احاسب انا عليه. اذا هاي التجربة يجب أن تنقل إلى العراق بطريقة صحيحة، يجب أن يمنع الأطباء من كتابة هذه الوصفات إلا إذا كان المريض بحاجة. أمراض السرطان مثلا يعني الدول اللي عندهم آلام مستمرة هذول يحتاجون إنه لازم يحتاجون مسكن، لكن أنا ما أعطي الواحد شاب مثلا عنده ألم بالعضلات، ليش ما أعطي مثلا باراسيتون. هاي الشغلات كثرت بالعراق لأسباب كثيرة، الفساد. هنالك أطباء تخرجوا من كليات طبية الحقيقة يعني حديثة، ممكن صارت عندهم القدرة والقابلية على أنه يصفون هاي العلاجات بشكل غير محدد وغير مسبوق. وهذا كان يعني أنا سابقا أتذكر كانت في العيادة مالتي لما كنا نشوف مريض، لما اكتب ديازيبام او حبوب الفاليوم لمريض معين، الصيدلانيه تخابرني تقول لي ايش قد تريد؟ اقول لها اريد مثلا لمده 3 ايام او 4 ايام. زين؟ هاي الصيدلانيه راح تخابرني لانه يعني كان في نظام محاسبه، وكان في نظام، لذلك يعني هناك من يخافون من المسؤوليه. اي بالتاكيد. اما موضوع المخدرات هذه اخوي العزيز،
يعني البلد انفتح بعد الاحتلال، البلد انفتح مثل ما قال دكتور عبد السلام، يعني كانت عقوبة صارمة، لم توجد حالات المخدرات، حالتين فقط سجلت. الايدز، الاتش اي في، بس حالات تتذكرون لما صار بالعراق، لما اعطوا دم ملوث من بلغاريا، هذا الدم الملوث هو هذا صار عندنا مجموعه من المرضى عندهم اتش اي في الان منتشر بسبب المخدرات، بسبب انه هنالك ناس متنفذين، هؤلاء هم الذين يغردون لانتشار هذه المخدرات وبالتالي تدمير البلد. مع الأسف حقيقة، يعني حاولنا قدر الإمكان خلال الفترة الماضية أن نتواصل مع زملائنا الأطباء في موضوع أنه الوصفات الطبية يجب أن تكون واضحة، الوصفات الطبية يجب أن تكون مطبوعة، التوقف عن وصف المهدئات والمسكنات إلا إذا كان طبيب، مثلا طبيب سايكاتريست اللي هو طبيب نفسية أمراض نفسية، هذا إلى الحق أن يكتب هذه الأدوية، أو مرضى مثلا ما بعد العمليات، يعني أنا أحتاج مورفين، لوبيفيدين مثلا أحتاجهم وين؟ أحتاجهم بالمستشفى، لأنه هاي الأدوية حتى أعطيها لازم أراقب المريض، لازم أظل مراقب حالته، لأنه ممكن هاي الأدوية تؤدي إلى مضاعفات جانبية، ممكن تقتل المريض إذا أعطيت بجرعات عالية، حصلت حالات كثيرة بسبب أخذ جرعات عالية من هذه الأدوية وحدثت الوفاة، وأيضا بسبب أخذ جرعات عالية من المخدرات وأدى إلى الوفاة، وبالتالي فقدنا روح عزيزة بغض النظر عن كل شيء، لكن روح إنسان عراقي عزيزة كان ممكن أن تؤدي أو كان ممكن أن تبني هذا البلد اللي هو بحاجة إلى الأيادي العراقية. نعم دكتور، ابقى معي لو سمحت. أستاذ عبد السلام، طبعا نسمع بين الفينة والأخرى أو كل عام ربما هناك عملية إلقاء قبض على مهربين للمخدرات ووضع تحت اليد كذا طن من المخدرات، ولكن هذه أين، يعني مصيرها يذهب إلى أين؟ ما هو الضمان أنها تتلف؟ لماذا؟ ما هو الضمان أنها لا توزع من قبل الميليشيات ويعاد تدويرها من جديد وبيعها كأحد مصادر التمويل؟ هذا يدفعنا إلى موضوع ما ذكره الدكتور عرفان قبل قليل، أنه يجب أن يكون هناك تكاتف كسلسلة من التعاون بين الوزارات، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة وغيرها من الوزارات، لوضع حد بآلية يمنع فيها نشر المخدرات. السؤال دكتور، لماذا لا توجد آلية فعالة حقيقية على الأرض للحد من نشر المخدرات في العراق؟ نعم، والحقيقة يعني أحب فقط أذكر أنه من المؤسف القول الحقيقة أنه اللي يتاجرون بالمخدرات هم ليسوا فقط المسؤولين، وإنما دخل على الخط بعض شيوخ العشائر بهذا الجانب. وأما عن السؤال اللي فضلت حضرتك الآلية الحقيقة، يعني عدم وجود سياسة وآليات واضحة سببه هو حالة التناشز ما بين عقيدة وفلسفة الدولة وما بين المجتمع بعد الاحتلال. يعني السياسة القائمة هي سياسة الإقصاء والمحاصصة، فهناك تناشز ما بين العقد السياسي والعقد الاجتماعي، أي المجتمع الرافض لسياسة الدولة وآلياتها المرفوضة عليها. السياسة مرتبطة ارتباط وثيق بتركيبة الهيئة الحاكمة، أصولهم الاجتماعية والاقتصادية والإيديولوجية، ومستقبل البلد يعرف ومرهون من خلال التركيبة الاجتماعية والإيديولوجية لهؤلاء ولمن ولاؤهم. فلما تكون التركيبة السياسية مثل ما يسمى بالجيش دمج، التركيبة السياسية دمج، فولاة الأمر سيكونوا من غير أهلها، حين ذلك تكون السياسة لصالح ولاة أمر من ولاهم، ولاة أمر من ولاهم وولى علينا هؤلاء الحكام، فسياسة هؤلاء ستكون لصالح، ليس لصالح العراق، وكما تعرفون أن العبد لا يخدم إلا سيده. في هذه الحالة ستكون تركيبة الدولة مكونة من كحكومة مكونة من فصائل مسلحة ومرجعيات،
أنا لست ضد فتاوى المسلمين والعرب من علماء الدين، لكني بالضد عندما تكون من عملاء الدين، لأنها تسببت بفقدان المناعة التشريعية للقوانين العراقية، فانهار قوانين المخدرات. من أمن العقاب أساء الأدب، وأشرت كيف تم تغيير قانون المخدرات. الفتاوى من المراجع الإيرانية أصبحت فوق القوانين، وأصبح القانون بسببها في قبضة القرار السياسي اللي يحمي المعممين والمسؤولين وأبناء بعض المسؤولين ممن يتاجر بالمخدرات تحت مسمع ومرأى القضاء. وذكرت مثل جرف الصخر الإيراني، مستعمرة إيرانية، من يقدر يدخل إلى جرف الصخر؟ كبار المسؤولين والوزراء لا يستطيعون. الآن تزرع هنالك، من هم هنالك؟ الإيرانيين والمسؤولين. فمن يدير هذه المزارع في جرف الصخر؟ هم هؤلاء. لن تكون يا سيدي هنالك سياسة وآليات ما لم يولى الأمر لأهله بالعراق. حينها ستكون هناك سياسة ودولة مؤسسات جادة تعتمد على الطرق الوقائية والعلاجية للحد من انتشار المخدرات. وأذكر على عجالة من هذه السياسات والآليات هو وجود مؤسسات رسمية. يعني لما تكون مؤسسات رسمية عندنا بالعراق، يفترض في هذه الحالة على مجلس الوزراء العراقي التنسيق والالتزام بقرارات مجلس وزراء الداخلية العرب لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، معالجة معضلات البطالة والفقر والعشوائيات، عودة النازحين إلى المخيمات والتخلص من آفة المخدرات، ضبط المنافذ الحدودية المحاذية لإيران والكويت بشريا وآليا وإلكترونيا، تشكيل جهاز متخصص لمكافحة المخدرات على غرار مديرية مكافحة الإرهاب لمراقبة المطارات والمنافذ الحدودية، تطهير الأجهزة الأمنية من المتعاطين، زيادة عدد الكلاب البوليسية، إعادة تجديد العقوبة بقانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017. وزارة التربية عليها أن تعين الباحثين والاجتماعيين النفسيين بالمدارس وفق أحكام قانون رعاية الأحداث الصادر سنة 76 رقم 76 صادر لعام 83، وأنا كنت أحد أعضاء تشكيل أو صياغة هذا النظام، وتشكيل مكاتب دراسة الشخصية. وزارة الصحة أن تشدد على الأطباء الذين يصفون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لأسباب غير مشروعة. تأخذ وزارة الصحة دورها في افتتاح مصحات نفسية للمتعاطين، دور المنبر الديني الإسلامي والمسيحي في، لأن الوازع الديني يعتبر عنصر هام من عناصر الضبط الاجتماعي. هذه العوامل إذا توفرت هنالك سياسة وهنالك آليات جادة، ولكن كما أشرت عندما يولى الأمر لغير أهله لا نرتجي خيرا. وشكرا. طيب ابقى معي لو سمحت دكتور عبد السلام. دكتور عرفان يونس، يعني إذا كان العراق بعد عام 2003 أصبح حلبة صراع وممرا إيرانيا لتنفيذ المشروع الإيراني بحسب ما يرى الكثير من المحللين الاستراتيجيين، ماذا ينفع كل هذه النقاط المهمة التي ذكرها الدكتور عبد السلام الطائي وهي من المهنية في مجال الحد من انتشار المخدرات من وجهة نظر الدكتور، وهو طبعا أستاذ علم الاجتماع، ذكر الكثير من النقاط، ولكن لفتت نظري النقطة، يعني ما فائدة مثلا، طبعا نقطة واحدة من مجموعة نقاط مهمة ذكرها، ما فائدة أجلكم الله الكلاب البوليسية ونوعيتها إذا كان هناك مشروع إيراني قائم يندرج تحته أدوات كثيرة ومنها حتى الحكومة المنتخبة من قبل أحزاب موالية لإيران، والكثير من يرى أن موضوع المخدرات هو أداة لنشر المشروع الإيراني وانتشاره في المنطقة. أخي العزيز، هذه سياسة اتبعت منذ احتلال العراق، عندما جاءت أمريكا ومن معها ومن ساعدها لاحتلال البلد وتدميره، سلم البلد على بطبق على طبق من ذهب الى ايران. هو هذا هو المطلوب، المطلوب هو تدمير الانسان العراقي، انشاء انسان عراقي غير منتج. يعني قبل 2003 كان كثير من الشباب يقعدون الساعه بالسبعة الصبح يروحون يشتغلون في المؤسسات الحكومية، البناء، المصانع، مصانع التصنيع العسكري،
بناء القصور اللي الكثير لاموا الحكومات السابقه على او حكومه النظام الوطني على القصور اللي هي كانت تشغل كثير من الناس. الان تم انتاج او انشاء مجتمع كسول، لا ما يريد يشتغل، اللي يشتغلون هم الناس اللي هم فعلا تعبانين عن نفسهم واللي يريدون يحصلون لقمه العيش الصحيحه. دخلت هذه المجاميع او دخل الشر اللي قادم من الشرق الى العراق لتدميره ولانهاء هويته، مثل ما قال دكتور عبد السلام، كل هذه الحلول اللي اشار لها هذه ما ممكن ان تكون موجوده او ما ممكن ان تتحقق اذا ما قطعنا دابر الرياح الصفراء اللي جايه من الشرق. هذه الرياح التي فتكت وليست ستفتك، التي فتكت بالعراق وبلبنان وبسوريا وباليمن وفي كل دول المنطقه. تم يعني دمر المواطن العراقي لا لسبب وانما فقط لانه مواطن عراقي. دمر العراقيون في الخارج من قبل من كانهم في من كانهم خارج العراق يعنون نفسهم بالمعارضه، دمر العراقي فقط لانهم كانوا في داخل العراق. هذا التدمير الممنهج للعراق هذا موجود يعني بعد 2003 وازداد ومختلف الاشكال، من ضمنها هي هذه اللي هي ظاهره المخدرات وتوزيع المخدرات. كل هذا الامر يحدث تحت انظار العالم. يعني اريد للعراق ان يكون انموذجا يحتذى من بين في باقي المنطقه في الشرق الاوسط بعد هذا ما كان يروجه المحتل الامريكي قبل 2003. الان وبعد مرور 20 سنه أصبح العراق أنموذجا للمخدرات ونشر المخدرات، أنموذجا للشعب الكسول الغير النشط، أنموذجا للاعتماد على مواقع السوشيال ميديا وبرامج وتطبيقات السوشيال ميديا لنشر المخدرات ونشر الابتذال ونشر كل ما هو خارج القيم الإسلامية والعروبية الأصيلة. هل هذه النقطة يعني طبعا تحت أنظار المنظمات الدولية، منظمة الصحة العالمية والكثير من المنظمات التي من اختصاصها الحد من نشر المخدرات، كل هذا تحت مرأى ومسمع العالم، هل هذه النقطة كانت هدفا من أهداف احتلال العراق ضرب المجتمع وقيمه أيضا؟ اسمح لي فقط دكتور أن أنتقل بالسؤال للدكتور عبد السلام. تفضل دكتور عبد السلام. ممكن إعادة السؤال دكتور؟ دكتور عبد السلام، الآن أصبحت السوشيال ميديا أداة من أدوات نشر المخدرات وأداة من أدوات ضرب القيم المجتمعية في كل العالم الإسلامي والعربي، ولكن هنا أخص العراق تحديدا كون العراق يخضع تحت ظل الاحتلال الأمريكي وتداعياته وأدواته والاحتلال الإيراني أيضا. نعم، هو الحقيقة يعني السوشيال ميديا يعني هذه علنا ومعروفة، وهنالك الأمن السيبراني يمكن يسيطر الحقيقة عليها، ولكن يعني هنالك امور تتعلق بمسؤولين كبار، برؤساء عشائر، شيوخ عشائر، بمسؤولين في منطقه جرف الصخر. هؤلاء لو كان هنالك دوله حقيقيه وجاده ووطنيه تبدا من جرف الصخر وتنطلق الى المناطق الاخرى. يعني الان الاخطر ما راح يتعرض الى المجتمع العراقي بزياده المخدرات الربط السككي بين ايران وبين العراق. مدير عام سكك الحديد العراقي يقول هذا القطار راح يستخدم ويدخل 3 ملايين زائر سنويا الى العراق. احنا العبور البري له ما له من ظاهره انتشار المخدرات، كيف اذا جاء مع الربط السككي هذا؟ ايران حاولت منذ القادسيه الثانيه، وانا كنت في بقعه في قسم الاجتماع درس ماده اسمها علم الاجرام كريمينولوجي، كانوا الطلبه الاكراد يقولوا لي دكتور من نتحدث عن المخدرات واثارها، ترى المخدرات منتشره عندنا بالشمال على شكل اكشاك، واطفال صغار كانوا اطفال صغار يستهدفون مقاهي جلوس الجنود العراقيين البواسل
يبيعوا لهم حبوب ويصيحون بالسلة، يصيحون حب دوخة حب دوخة حتى يتعود، ومن ثم يصبح مدمن على المخدرات لغرض كسر الروح المعنوية للجيش العراقي. إيران استخدمت حروب الترياك والحشيش منذ القرن الحادي عشر من قبل فرقة الحشاشين المنسوب حسن الصباح المنسوب إلى مدينة قم الإيرانية. هذه الفرقة من القرن الحادي عشر تعد أول تشكيل سياسي وإداري منظم للاغتيال بسلاح المخدرات، وحاولت اغتيال صلاح الدين الأيوبي محرر القدس. إيران سبقت بالمخدرات حرب الأفيون بين الصين وبين بريطانيا والصين اللي حصلت عام 1840 إلى 1842. ب 26/9/2019 السفير الإيراني بغداد أريج مسجدي اعترف على الهواء المخدرات تهرب من إيران والبي خير يوقفها، وشكرا جزيلا. نعم عفوا دكتور عبد السلام، سوف انتقل للدكتور عرفان. المنظمات الدوليه، منظمات الصحه العالميه، المنظمات المعنيه بالحد من نشر المخدرات، كلها من المفترض ان يكون لها دور فيما يجري في العراق، على اعتبار ان ما يجري هو ليس بالشيء الطبيعي. هناك مدارس مهدده، هناك اطفال مهددين، هناك بشر يباد، والاباده البشريه ليست فقط بالقتل بالدبابات والطائرات والمدافع، بل بالمخدرات ايضا. ما هو المفروض عليها فعله؟ هناك الكثير من التقارير التي نشرت عن العراق من قبل منظمة الصحة العالمية وكيفية أنه العراق الآن مرتع للجريمة المنظمة وللفساد وانتشار الأوبئة وانتشار استخدام المخدرات وتوزيعها، بل اصبحت انه يعني كانت منظمه الصحه العالميه حذرت انه وجود بعض المصانع الصغيره داخل العراق لانشاء هذه المخدرات هو سابقه خطيره جدا في بلد مثل العراق. يجب ان يعني يفترض ان يكون عندهم الواعز الديني والاخلاقي موجود. انا ارى انه منظمه الصحه العالميه حقيقه لم توفي العراق حقه في هذا الموضوع. صح ساعدت العراق في موضوع السيطره على الامراض الانتقاليه وهذا شيء محسوب لها، لكن موضوع السيطره على المخدرات هو لحد الان اعتقد انه في بدايته، وليس ولحد الان لم نلاحظ اي جهود حثيثه صدرت. وايضا في نفس الوقت وزاره الصحه لا يعني ما زالت الان تفتقر الى طرق المواصله او التواصل مع منظمه الصحه العالميه في هذا الموضوع. يعني ايضا هنالك خلل في التوعيه، يعني توعيه المواطن العراقي، خلل في برامج التوعيه التي من المفروض او المقرر ان تكون يعني مثل ما نقول مدعومه من منظمه الصحه العالميه. يعني اتذكر برنامج شلل الاطفال كان مدعوم من منظمه الصحه العالميه دعم كامل. هناك مسلسلات يعني تم انتاجها في زمن النظام السابق كانت تحث على الحد من نشر المخدرات، منها مسلسل عالم الست وهيبه. اي هذه يعني هذه واحده من الشغلات يعني هذه كل هاي الامور الان مفقوده. يعني يا اخي يعني احنا خلينا نحسب كم قناه فضائيه عندنا بالعراق، يعني كلها اغلب القنوات لو تلطم لو تنشر لي احاديث، مع احترامي وتقديري للدين الاسلامي الحنيف ولكل الاديان، يا اخي حطوا لكم فقره من الفقرات اللي هي توعيه المواطن العراقي على يعني على عدم اخذ المخدرات وما هي تاثير المخدرات على المواطن العراقي. يعني واحد اكو شغلات واحد المفروض يعني يفكر بيها. وزاره الصحه الان مطالبه مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، وزاره التربيه مع وزاره الداخليه، وذولا كلهم الان مطالبين بانتاج برنامج خاص. هذا البرنامج يمنع او يحد من ظاهره انتشار المخدرات، ويجب ان تكون هنالك عقوبه صارمه لمن يروجها. هاي الشغلات اللي يجب ان تكون موجوده الان في بلد كالعراق. العراق الان مقبل على
تغييرات، وهذه التغييرات لا نعرف ما 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 أنا مو خبير سياسة وأقولها، أنا رجل طب، لكن هنالك تغييرات كثيرة إذا ما تم السيطرة على المخدرات اللي نهشت بالمواطن العراقي، فستكون العاقبة وخيمة للأسف. نعم دكتور، شكرا لك دكتور عرفان يونس الأخصائي، أخصائي طب الطوارئ. دكتور، أخيرا دكتور عبد السلام الطائي، ما هي نصيحتكم للشباب العراقي؟ والله نصيحتنا بالتأكيد إلى الشباب العراقي الابتعاد عن المخدرات والمؤثرات العقلية والانصراف إلى العمل وإلى الدراسة، ولكن هذا كله لا يمكن أن يتحقق ما لم تتوفر الوسائل المؤدية إلى ذلك، لأن الله لا يزع بالقرآن وإنما يزع بالسلطان، والسلطان هو القوة والأجهزة التنفيذية والقوانين. فالشباب يعني الآن هم في حيرة، ما لم تكن هنالك قوانين صارمة بهذا الاتجاه، ما لم تكن الأجهزة الأمنية نظيفة من هذا الجانب، ما لم يتم السيطرة على المعابر الحدودية، هذه العوامل الأساسية تكون مكملة إحداهما إلى الأخرى، وبهذه الحالة يعني يكون للمنبر الحسيني، للمنبر الجامعي، للمنبر الكنسي وغير ذلك، كلها تتكاتف فيما بينها، ما بين منظمات المجتمع المدني وبين مؤسسات الدولة الرسمية. هذه العوامل إذا ما توفرت يستطيع الشباب أن يشقوا طريقهم وتتم عملية الإصلاح وعملية إعادة التأهيل. إحنا الآن نحتاج إلى جيش متكامل، يمكن يتفق معي الدكتور عرفان، إلى عملية إعادة تأهيل rehabilitation مشكلتنا الآن. فهذه العوامل الشباب الحقيقة يعني نأمل وأملنا بالله كبير بهذا الجانب، ولكن الجانب الأكثر أهمية والفعل المسبب أو الموقف الحقيقي هو الدولة ومؤسساتها القومية الأمنية والقانونية. شكرا جزيلا دكتور عبد السلام الطاي، أستاذ علم الاجتماع، وشكرا جزيلا دكتور عرفان يونس، أخصائي طب الطوارئ. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.